كمان حابين نطمن كل حضراتكم على كل اللاعبين المصابين. هنبتدي معاكم بوليد سليمان لاعب الفريق الاول لكره القدم اللي واصل تنفيذ البرنامج التاهيلي الخاص بيه على هامش مران الفريق لتجهيزه للعوده الى المشاركه في المران الجماعي. خاض وليد سليمان جلسه في الجيم ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التاهيليه. وطبعا كلنا عارفين انه كان بيشتكي من فتره من اصابه في العضله الخلفيه، ودي الاصابه اللي للاسف الشديد ابعدته عن المشاركه في المباريات الرسميه خلال الفتره الماضيه، وان شاء الله عوده احمد قريبا باذن الله. خلينا نطمن حضراتكم برضو على علي معلول لاعب الفريق اللي ادى جلسه في الجيم واستكمل برنامجه التاهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التاهيليه، ده تحت اشراف الجهاز الطبي، وبيخضع معلول لبرنامج دلوقتي علاجي وتاهيلي بعد زي ما احنا عارفين ما تعرض لاصابه عضليه ابعدته عن المشاركه الجماعيه في المباريات. كمان ناصر ماهر شارك في المران الجماعي بعد تعافيه من اصابته اللي استدعت هنا جراحه في الكتف خلال الفتره الماضيه، وخضع لبرنامج ايضا علاجي وتاهيلي. كمان طاهر محمد طاهر نطمن حضراتكم هو شارك في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي. وكمان طاهر اشتكى زي ما احنا عارفين كان من إصابة عضلية وخضع للبرنامج وهو دلوقتي في أفضل حال. فدي كده أخبار سريعة عشان بس نطمن حضراتكم على اللعيبة.